كابتن، ايه رايك نروح لاحد لعيباتك؟ كابتن يثرب عادل، طبعا لعيبه النادي الاهلي ونجمه مصر. اهلا بيك يا كابتن. كابتن هيثم، مساء الخير، ازي حضرتك؟ وحشانا جدا جدا، معلش طبعا كابتن سكايب. امير، مساء الخير. ازيك يا يسروق؟ وحشانا جدا جدا طبعا، وانت من اللاعبات المميزات، لعيبه النادي الاهلي. يعني تحب تقول ايه كابتن امير وهو معانا في الاستوديو؟ يعني اول حاجه كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. انا مبسوطه طبعا انا معاكم النهارده. كابتن امير بالنسبه لنا كلنا كلعيبه، يعني الاب الروحي، كلنا اتعلمنا منه كتير قوي، كلنا استفدنا من خبراته كتير قوي، سواء كان في المنتخب او كمدرب او كان كلاعب. ف لحد دلوقتي انا في اي حاجه بكلمه بستشيره، في اي خطوه بالنسبه لي بتكون كبيره، فانا مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده. يثرب، انت لعيبه ممتازه جدا، يمكن طبعا درست في انجلترا وتعرضت لاصابه هناك وكملتي، يعني كلمينا قولي لنا ازاي قدرتي يعني ترجعي لمستواك بسرعه. هي كانت صعبه بصراحه، يعني هي كانت دوني صعبه، لان انا كنت وقتها بتخرج من الجامعه في انجلترا، وقتها حصلت لي الاصابه، فاضطريت ان انا اقف تقريبا سنه. وقتها اي ثينك انا كنت في توب 30، والرانكينج بتاعي رجع وقتها جامد، فوصلت أكيد تقريبا أكيد 100 وشويه. أكيد طبعا. فكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اشجع نفسي في الاول، واحده واحده، ما كانش في اكسبكتيشنز، كنت بس عايزه ارجع اتبسط والعب الحاجه اللي انا بحبها. والحمد لله واحده واحده إن شاء رجعت، الله واحدة. بقيت طبعا. لا وياسرب كمان دخلت عندها الحمد لله دلوقتي، وصلت بقيت رقم 13 على العالم، ما شاء فحاسه ان الله. paid off في الاخر الحمد طب لله. ياسرب، كابتن امير عايز يوجه لك كلمه، اتفضل يا كابتن. ياسر طبعا طبعا، يعني هي ان هي 13 على العالم دي، انا شايف هي لازم تدوس على نفسها، لان فنياتها عاليه جدا، مفروض من احسن اللاعبات اللي عندها ما راكت شاء الله. كنترول، عندها موهبه فظيعه. يعني الاصابه عطلتها شويه، لكن انا متاكد ان هي ان شاء الله تقدر تبقى في التوب فور قريب، وهي ان شاء تقدر الله تعملها مع مزيج شويه من اللياقه البدنيه وتحافظ شويه، لكن هي سكواشها من لا يقل عن ابطال العالم، وكسبت اوريدي ناس كتير قوي في التوب 8 على العالم بسهوله، وعندها يعني ثقه في نفسها في الملعب، فعايزين نشيل الواحد ونطلع في التوب 3 على العالم. ان شاء الله. يعني اكيد اكيد النصيحه دي كده ما تعديش كده بسهوله، يعني خلي لا بالك خالص، نصيحه على الهوا دي تبقى. مهمه جدا. طب ياسر، قولي لي، انت كان لولا توقف كورونا انت كان عندك اجنده كده دوليه، كام بطوله كنت هتروحيها؟ يمكن انا كنت يعني سمعت عن كده، ايه كانت اخبار البطولات اللي كانت لو ما كانش حصل كورونا كنت هتروحيها؟ احنا بصراحة احنا السيزون بتاعنا كان نقول مش خلاص بيخلص، لان احنا عادة بنخلص في شهر 5، فاحنا كانت اخر بطولة لعبناها كانت بلاك بول، يعني كانت اصلا كمان بتذيع على التلفزيون المصري. صحيح. فكان ناقص تقريبا بالنسبة لنا بطولتين، كانت بطولة الجونة، بطولة علام، بريس اوبن. بس هي بتختلف من حد، يعني من لعيب لاخر، عشان كل حد بيكون بيبقى ليه اجندته. بوينت معينة، صحيح صحيح. بيبقى ليه افريج بطولات معينة، مش بيكون عايز يعديه عشان على قد ما يقدر بالبطولات البوينت اللي بيستخدمها. فاكيد ان شاء الله ياسر الظروف دي تعدي وترجعي تتألقي تاني ونرجع نتفرج عليكي باستمرار، ووعدينا ان شاء الله ان تكوني معانا في قناه النادي الاهلي قريبا. ان شاء الله. لا اكيد اكيد قريب قوي ان شاء الله. انا مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده، وبجد انا كنت لسه بسمع عن موضوع المبادره، يعني حاجه مشرفه جدا وحاجه مهمه جدا للسبورت ان هو يفضل يكبر، و ان شاء الله يفضل دايما في ابطال موجودين طبعا تحت اشراف كابتن امير. ان شاء الله. يثرب عادي، بشكرك شكرا جزيلا ليكي، طبعا نجمه مصر ونجمه النادي الاهلي، بشكرك على وجودك معانا. يمكن بيبقى حاجه حلوه كابتن لما انت يعني تتواصل مع لاعباتك ولاعبينك وتشوف قد ايه انت كان ليك امباكت كبير جدا على السكواش. وفي الحقيقه طبعا انا بيساعدني ان انا يعني ببقى شاهد هم تحت ناشئين تحت 10 و11 وبادئ معاهم من الاول خالص، وبيساعدني طبعا تالقهم لما اشوفهم بحققوا احلامهم، سواء بطولات عالميه، تعليم في احسن جامعات في العالم، وصولهم بيرجعوا مصر باضافه جديده، بيدوا خبره، الروح الحلوه اللي ما بينهم موجوده دي بتخليني ان انا بحس ان انا يعني الحمد لله قدرت اعمل حاجه. ولسه قدامك كتير يا كابتن. لا ده احنا لسه ما عملناش يعني حاجه، نعمل حاجات حلوه في ان شاء الله في المشروع القومي لما ينتقل المحافظات كلها، هتكون حاجه يعني نقله جديده للسكواش، ان هو يبقى جداً لعبه شعبيه، واحنا هنسبورت الكلام ده وهنقف جنبكم وهنبقى معاكم ان شاء الله، لان احنا برنامج الابطال واللي انتم بتعملوه ده اكيد هيطلع ابطال. فاكيد جزء من بقى يعني سياسه الاهلي لازم يعني من غير حضرتك ما تفكر على طول الرياضه المصريه، احنا كبرنامج وكقناه الاهلي اكيد هندعم ان شاء الله. ده نرجع تاني لتجربه